فنحن في محيط الصديق في مسجد خالد اليالوت رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن أحب أن أقدم بمقدمة قبل أن نبدأ هذا الدرس، وهي رسالة إلى إخوان المسلمين في فلسطين وإلى جميع المسلمين في العالم كله. فأقول ابتداء لإخوان المسلمين هناك: قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم وأموالنا تحت أقدامكم ودموعكم علينا غالية ودماؤكم أغلى. أقول لهم جميعا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول لهم جميعا: لا تخافوهم وخافوا الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافوهم، وهم أجمل خلق الله تبارك وتعالى وجه هذه الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وعلى جميع المسلمين في أرجاء الأرض كلها أن يناصر إخوانهم المسلمين هناك بما يستطيعون، وهذا واجب على جميع المسلمين أن ينصروا إخوانهم المسلمين المجاهدين في فلسطين. نسأل الله تبارك وتعالى ينصرهم. ولا يجوز لأحد المسلمين أن يقول إن بيننا وبينهم عهدا، فإنهم نقضوا عهودهم كلها وهم لا يثبتون على عهد، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة. وعاهد قريش النبي صلى الله عليه وسلم ونقضت عهدها بقتلها كفار، بقتلها كفارا، كفار دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزاعز، فعرف النبي أنهم نقضوا عهده فقاتلهم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد نقضت يهود عهودها كلها مع المسلمين في هذا الذي يجري اليوم في فلسطين. ولذلك وجب على جميع المسلمين أن ينصروا إخوانهم المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقلنا إنهم قد نقضوا هذا الميثاق، فوجب على جميع المسلمين مناصرة إخوانهم المسلمين هناك. وقد تنادى صهاينة الشرق والغرب لمناصرة اليهود المغتصبين الصهاينة، تنادى كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونقول لأولئك الكفار: إن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وسينصر الله تبارك وتعالى المسلمين إن عاجلا أو آجلا على هؤلاء الكفرة الفجرة من اليهود والصهاينة من أديان شتى، من أديان شتى. فعلينا أن ننصر إخواننا المسلمين وأن ندعو لهم وأن ننصرهم بأموالنا ودعائنا، وعلى الدول الإسلامية أن تجتهد قدر ما تستطيع في منع ما يحدث من قتل الأبرياء هناك. ونقول لأولئك الصهاينة ومن ناصرهم والذين يغترون بقوتهم من أسلحة وغيرها: إن الله غالب على أمره. ونقول لهم: عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وندعو عليهم فنقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ونقول للمسلمين: اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم ووحد صفهم واعل كلمتهم. ونختم بقولنا عندما يقولون: قتلنا منكم وقتلتم منا، نقول: لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المسلمين هناك وأن يحقن دماءهم وأن يديم لعنته على اليهود ومن ناصرهم.